الجميلة المتألقة دائما اللي أنا شخصيا بموت فيها. دينا بقول لك من ورا الدنيا كلها ومليون مبروك على فيلمك الجديد حليم. طبعا يا جماعه الجو زحمه هنا فبنتعامل. ببعت لكم الناس. الله يبارك فيك، ميرسي، وكل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. يعني قابلتك اثناء تصوير الفيلم وقلت لي كلام جميل. ده بجد انا اتشرفت ان انا محمد سعيد استاذه دينا بجد بجد عشان دي استاذه كبيره. انت البطل. ازيك يا كريم؟ اخبارك ايه يا راحل؟ عايز اقول لك كل الناس بتحبك يعني مش انا بس. الحمد لله. يعني بس اللي انا عايز اقوله بمنتهى الصدق، محمد سعيد هو بطل الفيلم. انت هتشوف يعني طبعا مع احترامي للاستاذ طلعت والاستاذ بيومي فؤاد وريم وكلنا، انما البطل الحقيقي هو اللي عارف يلم الفيلم ده. هتشوف حضرتك ان محمد سعيد عمل حاجه بجد هتتحط في السي في بتاعه ان شاء الله. كلميني عن دورك بقى في الفيلم والاحداث كده، شايفاها بشكل عام ازاي؟ انا دوري بنت اسكندرانيه جدعه كده من الحاره، يعني بتبقى عايزه حاجات كتير من الدنيا وحب وحاجات كده، بس طبعا الدنيا ما بتديش كل حاجه، بتدي حاجات صغيره هي خدتها. هو المفروض طلعت بيحب اختك الصغيره اللي هي ريم، مش كده؟ اه. وانت بتحبيه؟ وانا بحبه. يعني يا جماعة دراما عالية جدا يا جماعة. طب بتعملي ايه؟ يعني بيكون ايه رد فعلك؟ في ايه؟ في الشخصية، يعني رد فعل الشخصية لما اللي بتحبيه أو اللي الشخصية بتحبه بيحب أختها. هتشوف الفيلم. لخبطيني على فكرة. هتشوف الفيلم، هتشوف.